السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحب رحب فيكم على جديد. معكم عبد الهادي. اليوم إن شاء الله راح نستكمل السلسلة اللي درسنا فيها من قبل، حكينا فيها عن المواد الأساسية اللي نستخدمها بمواد السيراميك. طبعا مثل ما حكيت قبل، نحن في عنا المواد الأساسية بشكل عام اللي أو مصطلحات نتطرق لها بعملنا، هي الأوباسيتي والترانسلوسنت والترانسبرنت. طبعا في مواد أخرى إن شاء الله بنحكي عنها بفيديوهات لاحقة، بس إحنا خلينا نبلش بأساسيات وبعد بننتقل للاشياء الثانية. ان شاء الله رح يكون معنا فيديو توضيحي بشرح عملي اكثر، رح احاول اشرح ووصل الفكرة بشكل اكبر للناس او للمبتدئين بشكل عام لحتى توصل الصورة بشكل افضل. وخلونا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا احنا بنجي للشرح العملي بحيث انه يكون عندنا صورة اوضح بشكل اكبر. نحن هلا انا رسمت خط على ورقة بيضاء باللون الأزرق مثل ما أنا شايفين. طبعا أنا عندي دليل قديم راح أستخدمه بالشرح بحيث نوضح صورة أكبر بشكل أكبر لكل مادة. نحن راح نفترض عنا هيدا اللون هو أوباك، ماشي؟ هو اللون اللي بيغطي بشكل عام الأوباسيتي بيكون فيه 100%. راح نحطه فوق الخط الأزرق لأنه هو فيه شفافية، أنا ما راح أحطه على اللون الأزرق. لنفترض ان هذا هو الاوباك، انه كتم اللون الازرق بشكل 100%، فهذا عندنا الاوباسيتي بيكون 100%. بنجي للطبقة الثانية اللي هي الدنتين. هاي الدنتين وقت نجي بنحطه على اللون الازرق مثل ما انا شايفين بيبين معنا اللون الازرق بشكل خفيف. طبعا هون نحن راح نحكي عن شغلة مهمة كتير، الكثافة أو السماكة هي إلى دور كبير بكمية الإضاءة اللي راح تفوت على المادة وتعكسها. فنحن عنا هون الدانتين مثلا اللي مكتوب عليه اللي الأتلتي ونص، بنشوف بأول طبقة نحن مقسم عنا هون لأربع طبقات أو أربع سماكات. عنا السماكة هون تقريبا بواحد ميلي، بواحد ونص، واثنين، وثلاثة ميلي. يعني نحن عنا أربع سماكات. طبعا الأوباسيتي هون ضمن واحد ميلي رح يبين عنا اللي تحت الدانتين، رح يعكس منه بشكل واضح تقريبا. رح نشوف، يعني نفترض نحن ما عنا سماكة كبيرة بالدانتين، فنحن عنا نسبة واحد ميلي سيراميك مثلا أو أقل شوي ما رح تغطي. طبعا الدانتين رح يعكس، يعني رح يعكس شوي من لون الأوباك اللي هو تحته مثل ما أنا شايفين هون واضح عنا بالصورة كيف مبين. بس نحن راح نحاول نسمك، راح نزيد السماكة لاثنين ميلي. طبعا هون بنشوف انه اللون الازرق خف كتير اللي تحت لدرجة انه تقريبا يعني ما واضح كتير. هون اثنين ميلي راح نزيد لاثنين ونص. طبعا بنلاحظ على انه راح يختفى أكتر بشكل أكبر، راح طبعا هو مبين بس بشكل كتير كتير صعب إنه واحد يلاحظه. وقت ما نزيد لفرضنا 3 ميلي أو 2.5 ميلي تقريبا راح يغطي عنا. لنفهم إنه إحنا الدانتين ضمن سماكة معينة ممكن يغطي اللي تحته أو ممكن يغطي الأوباك، فنسبة الأوباسيتي فيه بتزيد الكتامة، لأنه بنعرف نحنا كل ما زادت السماكة كل ما كمية الضوء اللي بتفوت رح تخف أكتر، لأنه السماكة بشكل رح تكون بشكل أكبر. مثل ما بنشوف الغيوم بتكون بيضة مايلة للأبيض لأن بتكون فيها السماكة أو الكثافة خفيفة كتير. وقت اللي بيكون مجمع بالأمطار والكثافة تبعها كتيرة أو السماكة تبع الغيم كبيرة، فبنلاقيها مايلة للون الرمادي أو اللون الأسود، لأنه بيكون كمية الضوء اللي عم تخترق الغيم بتكون أخف وقت بتكون الغيوم بتكون رقيقة أو خفيفة. فنحن موضوع السماكة والكثافة لازم ناخده بعين الاعتبار. طبعا أنا هون حبيت أشرح بهالدليل لأنه ممكن أوضح بشكل أكبر. مثل ما قلنا الدانتين بنلاقيهم بنلاحظوا تقريبا مبين اللون الأزرق عنا بشكل واضح بس بشكل طبعا خفيف، بيزيد بتنعدم رؤيته عنا كل ما زدنا السماكة أكتر. كل ما زدنا سماكة الدانتين كل ما خف عنا اللون.
طبعا الكروما هي نفسها، لون الار 3.5 هو نفسه ما تغير، ولكن عنا بزيد عنا السماكة، بزيد عنا الاوباسيتي. نجي بعده مثل ما انه الاوباك، فرضنا هذا هو الاوباك، الاوباك بغطي تحته، ما ببين في شيء تحته ابدا، يعني نسبة الاوباسيتي تكون فيه 100%، اللي هو لازم يكون غطي الغطي المعدن. بنجي للطبقة الثانية اللي حكينا عنها، المصطلحين اللي حكينا عنهم هن ترانسلوسنت وترانسبيرنت. طبعا في عنا رح ضيف شغلة تانية، هي نعتبرها الإنامل، يعني الشفاف. رح استخدم مادة لنفترض هي الإنامل، طبعا شو بيفرق عنا الإنامل عن الإنامل؟ بتكون عنا نسبة مرور الضوء فيه أخف من مواد الترانسلوسنت أو من مواد مواد بقية تاني. طبعا أنا هون متمنى شايفين احنا عنا أول واحد اللي مرسوم، اللي مكتوب عليه حرف الام. طبعا ما تركزوا على الأسماء اللي موجودة هناك، نحنا أنا بحاول أشرح بهالدليل بس لتوصل الفكرة. الأسماء هذيك ما لنا دخل فيها، نحن عم نشتغل على هالمنطقة هاي. نحن عنا الإنامل ممكن يكون في الشفافية أخف، والمواد الترانسلوسنت تختلف، طبعا تختلف نسبة الشفافية فيها بين مواد ومواد. ففي عنا مواد ممكن تكون نسبة الأوباسيتي فيها مثلا 40%، في عنا مواد 35%، يعني نسبة الشفافية بيكون فيها عالي. مثل ما بنعرف الكلير بتكون نسبة الشفافية فيها كبيرة كتير، الكلير بنعد من مواد الترانسبرنت. نحن طبعا هذا رح نفرض، نحن خلينا نشرح عن وحدة وحدة. رح نفرض انه هذا الانامل عنا، ماشي. الانامل مثل ما انا شايفين بيعكس اللون الازرق بشكل تقريبا يعني اكتر من النص بشوي، يعني بدخل كمية كبيرة من الضوء، بيعكس نصفه او اكتر حسب طبعا مثل ما قلنا سمكة المادة. طبعا هذا الانامل نحن فرضنا هون عنا اياه 1 ميلي، فنحن وقت بدنا نسمك طبقة الانامل اكتر مثل ما بنلاحظ هون بنلاقي اللون الازرق خف اكتر، مثل ما بنلاحظ هون بيكون واضح هون اخف على سمكة 2 ميلي تقريبا، يعني ما رح يبين عنا شي كتير. فنحن وقت بنزيد السمكة أكتر رح تخف كمية الضوء، طبعا رح يخف عكس الضوء من داخل المادة اللي هي جوا تحت الإنامل، فراح تقريبا اللون رح يغير معنا كمان. كل ما زدنا أكتر كل ما لقينا إنه اللون اللي تحت بلش يخف كتير وما عاد نشوفه. فموضوع السماكة والطبقات لازم ننتبه له كتير. فنحن عنا مجال الانامل مثل ما بنعرفه بالسن الطبيعي ببلش من عند منطقة السيرفيكال، طبعا بين 0.3 او 0.4، وبالمنطقة المتوسط السن على 0.8 تقريبا، والحد القاطع بيكون بين 1 و1.3 سماكة الانامل. طبعا هذا بالسن الطبيعي بنحكي. فنحن نرجع للانامل، هذا الانامل شرحنا عنه بهالسماكة هاي، بيكون مبين انا عندي شو واضح شو تحته. عنا كل ما سمكنا الانامل كل ما خف، رحنا اكتر للسماكة هيك تقريبا ما عاد نشوف بشكل واضح اللي تحت الانامل. طبعا رح نجي للمواد الترانسلوسنت. المواد الترانسلوسنت هي تقريبا نصف شفافية، او مثل ما قلنا ممكن تعكس اكتر. مثل ما انا شايفين عنا هون واضح اكتر، مثل بنشوف التدرج كيف عنا. فرضنا اذا ان هذا الانامل اللي فوق ما بيعكس لي بشكل واضح اللي تحته، لانه نسبة الاضاءة رح تكون الكمية اللي داخلي له واللي طالعة منه بشكل رح يكون بشكل اخف. لكن عنا الترانسلوسنت تقريبا هو نصف شفاف. طبعا هون عنا السماكة تقريبا 1 ميلي، ممكن تكون اقل، تقريبا يمكن 1 ملي، انا ما عندي مقياس لاقدر اقيسه بالضبط، بس ان شاء الله رح اقيس لكم اياه هون واقدر لكم اياه بالضبط وبذكر لكم اياه فيديو لاحق. مثل ما انا شايفين هون كيف واضح عنا اللون الازرق على هالسماكة 1 ملي. كل ما زدنا 1.5 مثلا، كل ما بنلاقيها خف اللون الازرق،
كل ما طلعنا لأكتر، 2 كل ما كمان خف بشكل كبير. يعني تقريبا وصلنا لهون بهالمنطقة هاي سمكة الاثنين منلاقيه نفس الانامل، نوصل لدرجة الشفافية تبع الانامل. بس قديش هون عنا السماكة فرق، عنا فرق بالسماكة ضعف مرتين لحتى وصلنا نحنا لتقريبا لشفافية الانامل. طبعا كل ما زدنا اكتر كل ما صار مرور الضوء بشكل اصعب وعكسه بشكل اصعب اكتر، رح نلاقي اللون خف كتير اللي تحته. طبعا هذا اللي قلنا عنه نحن ترانسلوسنت. طبعا بما ان ترانسلوسنت بيختلف من شركة لشركة، نحن رح نحكي عن شركة جي سي. شركة جي سي مثلا بتقسم لنا مواد بحسب الشفافية، المواد مثلا الانامل اوبال ممكن تكون الاوباسيتي فيه 50%، السيرفيكال ترانسلوسنت 40%، ترانسلوسنت موديفاير 40% الاوباسيتي، التي ان بيكون 35% والتي او 40%. فنحن المواد نحن لازم نعرف قديش كل مادة والاوباسيتي فيها لحتى نقدر نعرف كيف نستخدمها وقديش هي الطبقة اللي نحن رح نستخدمها وتفيدنا بعملنا. طبعا نحن رح نرجع لننتقل للكلير، هاي المادة انا اللي قدامكم هي هذا الدليل، رح نعتبرها هي الكلير. بتمنى شايفين كيف الكلير عنا، مثل ما بنشوف كيف الخط صار اوضح اكتر هون. كل ما انتقلنا للاسمك ضل لسه واضح، للاسمك اوضح كمان لسه واضح، بخف طبعا الرؤية بشكل اقل. اسمك منطقة عنا اللي هي الثلاثة ميلي تقريبا لسه مبين عنا الخط الازرق. فهي مواد الترانسبرنت هي مواد بتسمح لمرور الضوء تقريبا بشكل كامل. طبعا مثل ما قلنا كل ما زادت السماكة كل ما خف مرور الضوء منها فبيخف الشفافية طبعا. بس متمنى شايفين وصلنا 3 ميلي ولسه في نسبة رؤية واضحة تقريبا. طبعا بالانامل ممكن ما بعد نشوف تحته. طبعا هون بنكون تقريبا وضحنا الفكرة من المواد المستخدمة نحنا واللي حكينا عنها. طبعا في شغلة تانية ممكن نشوفها، احنا المواد الكلير هي بالسيراميك او الكلير ويندو او السي ال دبليو بالجي سي او بالفيتا، نحن راح نعبر عنها هي مواد الترانسبرنت، راح نعبر عنها مثل هالبلورة اللي راح تشوفوها. نحن كل مثل ما انا شايفين بالفيديو ده واضح، واضح عنا كل شيء تحت، الانامل كله واضح، الدنتين. وقت نمرر طبقة الكلير بتمنى شايفين رح نلاقي كل شيء عنا الرؤية واضحة تقريبا 100%، لأنه الكلير بيسمح بمرور الضوء بشكل كبير، فنحن رح نكون عنا رؤية واضحة تحت. طبعا شو بفيدك المعرفة كل مادة؟ نحن ممكن نخلط مواد مع بعض. يعني أنا الإنامل إذا بدي زود الشفافية تبعه يمكن ما يكون أنا مثلا عندي مواد إفكتات كبيرة بمختبر، أنا ممكن استعمل مواد قليلة، بس إذا أنا عرفت كيف استخدمها وأخلط بين بعض المواد رح أعطي نتيجة ممكن تكون جيدة بالنسبة للمواد اللي موجودة عندي. فنحن الكلير ممكن نخلطه مع انامل لنزيد الشفافية طبعا، بس بدنا ما نكتر كتير لحتى نتجنب اللون الرمادي. هيك بكون انتهى شرحنا لليوم، ان شاء الله بكون قدرت اوصل الفكرة، وان شاء الله بشوفكم فيديوهات لاحقة. بتمنى منكم تشوفوا الفيديوهات منيح والمعلومات تراجعوها منيح، لانه هاي المعلومات راح تمر معنا بفيديوهات العملية، يمكن ما ارجع اذكرهم كلهم، فشان تكون الفهم عندكم بشكل اكبر. بتمنى منكم مشاركة الفيديو لاصدقائكم اللي بتعرفوا انهم مهتمين يتعلموا، ودعم القناة. يعني اللي بيشوف الفيديو بتمنى يحط لايك على القليل اذا عجبه، يعني طبعا ما عجبه لا يحط لايك. بصراحة في اعداد كبيرة عم تشوف الفيديوهات او تحملها بدون ما تشوفها على اليوتيوب، فأضعف الإيمان اللي ما بده يشوف أو يحمل يحط لايك للفيديو لحتى ينتشر بشكل أكبر، لحتى غيركم يستفاد. وبتمنى بكون فدتكم اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.